chaîne de blast et que bête l'émission. Tout de suite, à des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak Al-Hanaj, j'ai dit ma hadra, ma yabdashi. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila Telfariq, هذه يا ليدي العسلي. Maro Mouzayen, Aqwa Mouqalad, ya Fanan. Ahmed Al-Ajimi, ma tenseh, la Edouane. Ah, voilà, Edouane. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. يا فهم أحلى راديو. أهلا وسهلا مرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون متوا حتى للعشرة متاع الليل اليوم الأربعاء 16 مارس 2022. رفقوكم حتى للعشرة أنا وباقي الفريق. تحية لكم وين ما كنتوا في كرهبكم واحدة واحدة في الكيسات ربيعكم في خدمكم. تجمو تابعونا على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. الفريق حاضر وبقوة وكله نشاط. بداية بيد العسلي. هلو هلو مرحبا بك طارق. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. كله نشاط. مروان بوزين مونغا تي مونغا سور عسلمة. مرحبا بكم. هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. بعد ما تخصص في الافتاء الايام الاخيرة الشيخ احمد العجيمي. مرحبا مرحبا بجميع مستمعين نوفيل جينيراسيون. كالعادة برشا ضحك وبرشا ابتسامة وبرشا سعادة. احمد العجيمي باش يبداو ببعض التصحيحات. قل لي بابا الحاجات قلناهم البارح اللي هما شنو. البارح يا سيدي قلنا وبرشا بعثونا مساجات. على البارح قلنا انه كنا فكرنا عندك قبل تاكسيست في الكهرباء كل حكيته على تزوج وفقراء يغنيكم الله انه ماهوش حديث نبوي. اي للرسول صلى الله عليه وسلم. اي وعندك الحق باهي ماهوش حديث نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم. يقال اما هو ماهوش حديث ولكن شنو فما ايه قرانيه اش تقول نفس الكلام اللي هي بعثونا برشا مستمعين. الحقيقه يسلموا عليكم الكل وتحيه لهم ونشكرهم على المتابعه. في سوره النور ايه 32 وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه في سوره النور 32. أيه؟ يعني فماش في الحديث صدق الله العظيم اما فما في القران صدق الله العظيم. اوكي باش صدق الله العظيم باش نصلحوا المفاهيم. واضح أيه؟ باش كي تطلع تو في تاكسي زادت طلعت في تاكسي جماعي اليوم. اي قال لي راهو بالحق موجود من القران. كنت باش تقولها معناها بتبيع كنت تقول تو اختفتها ما تنتوش ثانيا فهمت الايه راهو يغنيهم مش مال فقط راه نعرف يعني بالبركه. هاني قلت لك كيما قلت لك البارح الرزق راه مش كاين فلوس ينجم يكون صحيح. هي تنجم نقول لك انا نجم يكون ذريه صالحه ينجم يكون صحيح صح. ساعات يقول لك مثلا نجم يكون مرأة وفيه. ساعات يقول لك مروان صاحبك راجل وفيه راجل وفي. ساعات يقول لك ساعات مروان صاحبك يغنيك على اصحابك الناس الكل الاخرين على خاطره هو خاطره غني لا لانه يغنيك عن الناس الاخرين يولي ما عادش تستحق ناس اخرين يعني هذيك المهم يمدلك هذا التفسير المعجمي للكلمه. عندك شكون في حياتك ترى كنت اغنيك عن الناس الكل؟ انا مليل الوالده تنجم تقول له اي بابا يغنيني عن الناس الكل الحقيقه بالله. أي. ربي يخليه لك الله يخليك وربي يخلي لك معنا رحمي قشعر عايشك الله يبارك لك اسمعني يا دمار. اي جوست زاد احمد العجيم قول لي عندك جمعه وانت تسال فيا على ليله النص من شعبان. ما سالتكش هي غدوه ان شاء الله اللي هي غدوه هكا ولا ليل غدوه 14 شعبان اللي هي دونك برشا يصوموا ليله النص اللي هي 14 اللي هي بالخميس غدوه ان شاء الله صيام مقبول للناس الكل. اي هو يقال في الحديث انه صوموا نهارها وقوموا ليلها مش حديث صحيح راه اما ديما ساعات انا تاكسي اليوم حكيت معه على مش حديث صحيح ولا ثبت من الحكي. لا ديما الايام اللي باهيه ماذا بينا يعني نصوموا فيهم يعني باهي. يعني مش راهو كيما اثنين وخميس ولا ليله الاسراء والمعراج ولا كذا وكذا ولا يوم عرفه يعني فما شكون يصوم فما شكون لا. قول لي مروان. والله طارق انا باش نحكي في موضوع اخر قبل ما نبدا لا كم سبعه دبي خلينا نكمل لحظه كمل خلينا نكملوا ليله النص بعد تعدى الموضوع اخر خذ راحتك. اي لا مروان احمد العجيب لا ليله تعرف القيمه نتاع غدوه ولا ليله النص من شعبان قيمه كبيره برشا كبيره ياسر. قول لنا ميساج حتى للعباد اللي تسمع صحيح للناس الكل. اي برافو ليديا. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الصحيح احمد يعني سير يعني رواه الالباني والطبراني الكل. يطلع الله الى خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح. قيل وما المشاحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شكون زعم المشاحن احمد؟ مشاحن اي ايش معناها مشاحن ليديا مروان؟ اللي يصب الشعر مشاحن ايش معناها؟ ما نعرفش قريبة للرياء. المشاح عرفت شنو المشاح؟ قول المشاح هو اللي متعارك مع شكون و برافو احمد فوالا. هو فما ثلاثة تفاسير فما شكون يقول ولكن فما تفسير أكثر قوة من الآخرين. تفسير الأول هو المبتدع يعني كل يدعو الحاجات خارجة على كيما الرياء مش مستنسين بها على الأمة يعني كيما نقولوا توا نقولوا خارج على ذوق العام.
فما تفسير ثاني يقول قتل النفس، فما الثالث اللي هو المشاع واللي هو الأكثر هو المشاحن اللي هو يعني اللي عنده متخاصم عنده بغض هو وصاحبه مروان هو وأخوه، يتقال إنه أكثر من ثلاثة أيام يتسمى ذاك مشاحن. إن شاء الله نسامحوا بعضنا الناس الكل ونكونوا الناس الكل أصحاب ونسامحوا بعضنا ورسى أخذها بش العباد اللي متعاركة معهم. أمين معلش تتحكي فيها وتخزر لي تخزر لي مسامحك طارق. معناها الناس متعاركة معاهم تنجم وغضوا وتطلبوا مني اسمها. والله فما حديث مهم برشا في هذه أحمد خنقولوه. احنا قلنا وبرشا رهم بعثولي قالوا لي بلي حكينا شوية على ليلة النص. حديث في الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهمت أحمد؟ فهمت ولا؟ فهمنا. خيروهما في المتغشش في المتغشين يبدأ بالسلام. سلام. أنا ديما كنت عارك وأنا ديما اللي نجيك وأنت ما حبيتش تتعلم الحاجة. أنا ديما ما تعلمش. ما حبيش يتعلم يا مروان. ما خطر هو ساعات ما يبدأ معينوش. شد البغض. أنا والله شد البغض يا أحمد مش في وجهك. علاش تعاركت معك قبل وجيتني. تعاركنا مع بعضنا. جيت كان رد بالك رو هذا بنفس الأمارة بالصورة والعارك هذا. إذي هاو. هاو هاو الشحن هاو يبدا بالمنشطين راه واحد اللي خليك مع ذر خير باه مروان يلا شكون باش تقول اي والله كنت باش نقول حاجه حكاها لي وليد حجام مشيت حجمت عنده كل شيء تحيه لي رسلان قدم له تحيه رسلان كواف قال لي حاجه مهمه برشا طارق انا عمرها ما جات لبالي قال لي برشا من الفنانين والا المشاهير والا الناس اللي نجحوا في حياتهم في الرياضة في الفن في أي حاجة كيعيطوا لهم في البرامج التلفزية يقولوا بالله يقولوا تعديت بمعاناة قبل ما نوصل مثلا قبل ما نتشهر ولا قبل ما ننجح يقولوا كيفاش تعديت بمعاناة تقول والله يرني خدمت حجام خدمت مرماجي خدمت في السوق أي خدمة يحتقر في نفس الوقت فما ناس تتغشش على خاطر وانت قاعد تقول والله قبل ما نطلع فنان أنا راني كنت خدمت صانع حجام في نفس اللحظة هذيك فما وليد عائلته يقنعوا فيه باش يمشي يدخل صانع حجام معناتها خاطر الحجامة زادة فيها فلوس فما توا الناس تخدم في الحلاقة وكل شيء يدخلوا أكثر من برشا مشاهير وفنانين سواديزون ناجحين في حياتهم قاعدين يدخلوا معناتها بالله للفنانين نداء الفنانين والناس اللي قاعدة تنجح في حياتها كي تطلعوا في البرامج التلفزية ما تحاولوا ما تنقصوش من خدمة والله أخرى. أنا راني قبل ما نطلع كوارجي مش نورمال والله راني خدمت مرماجي وخدمت فهمتك صحيح وخدمت صحيح فهمت خدمت حجام وخدمت خضار وخدمت جزار وكأنهم مهن معناتها أنا من قابلت مرة خضار قالي والله قبل ما انتشهر خدمت كوارجي بالضبط ينجم يقول هيلك ينجم يقول لك محترمه معناتها بقية المهن الصغرى والكبرى وراه أنك تكون مشهور وإلا معروف ما يعنيش اللي يراه هذاك هو النجاح الوحيد نجم تكون ناجح ومشهور في الحلاقه في مقاييس النجاح تختلف من شخص الى اخر ولا وفما زاد بداوا مرميجي يخدم ب 30 وب 20 دينار وتوا ولاو مقاولين كبار وبرا يمشي يشوف خويا النجاحات ذا برومو نوفل جينيراسيون تاع رمضان مروان الربع ساعه هذه وي كل يوم 9 ل 10 ان شاء الله من اثنين لجمعه احمد العجيمي جاك ميساج خصيصا ليك انت اليوم يوم اللي بس تقليد اليوم 16 مارس البرمق اللي شلبس كيفاش طبق بل للبيه ذي من مستمع سليم شابين سلموا عليه قال لك شو عملت شلبست قبل كي مشيت اختبت للبيه في اليوم اللي بس تقليدي خاطر يقولوا انك اختبت في 16 مارس هكا ولا اي بابا ساعه رمضانك مبروك وان شاء الله تعديوا شهر كامل كولوسيوم وفرحه هكا قبل جمعتين معناها من ليله نص شعبان اي تعرف شكي ربي هزمتي قبل رمضان سامحني يا ربي فضلك على الاقل نقول كرمتي 84 سنه عمري يا بابا ربي يطول في عمرك عمري 84 سنه مانيش صغير ربي فضلك ايش تاني سؤالك انت ولدي شكون كيفاش اختبت في الليله اللي اختبت انت اختبت في ليله النص في نهار كيما اليوم نهار كيما اليوم في ليله النص تاع شعبان اي بابا ايش لبست شو عملت كذا قفطه وهي ايش لبست بنجري قفطانه يا حسره وقت الابيه كان عمرها 18 سنه خطبتها هي 18 وانت قداش 41 وانت اول مره اول مره وقتها كنت صغير اول مره عمره مش 84 في زمان ما عندها برشا حكي عندي سؤال يا تفضل يا بابا يا بيه قداش عندها قداش عندها اللي كنت عمرك 41 سنه قداش عندها قداش عندها 84 سنه يا حسره قولي مره اما جست خطبتها لشكون خطبتها لي انا انت اي ما هي قبل كانت كبرت 18 وقتها ما عرفتش قبل يا بارد تتسمى اي 18 سنة قبل في الربط وماك تعرف في الدنيا اختبتها للأبايا يا حسرة الله يرحم ماتت هي وفيت
رغم اللي هي صغير عليك ياسر. استنى استنى العمر لحظه وقتاش توفيت يا اخي عمر بيد الله شنو النهار اللي توفيت به قولوا تتذكروا ما نسيتوش من مخي كما اليوم بالضبط شنو اليوم هو اليوم ليله النص اليوم بالتاريخ بالتاريخ الميلادي قدام انا اللي 13 مارس 13 اليوم 13 مارس 16 وزواج وزواجك الثاني والثالث ما حكيتناش عليه الثاني والثالث ليه هنا عرفت بسوس فرد وقت يا بابا يا بي وقتها 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 قبل ما كان موجود تعد زوجتي الاستعمار والرجال مشوا للحرب وكل شيء كان موجود تعد صحيت يا بابا يا بيه بيه خليك يا بيه نتحسر اليوم اللي تنحقات عند زوجات نتحسر على الاخر بل يا حسرة مرأة طيب للسبيح دواء مجلة الأحوال الشخصي ربي خليه برقيبة الله يرحمه زواجك الرابع زدا برقيبة كان صاحبي وحبيبي هو زدا غريبة أول واحد أزمة أول واحد من البيت صحابه برقيبة معناه توا في العادة معناه مهمش صحاب حدا طرف شكون آخر شكون آخر أنا كنت محايد كنت مع البيت ومع برقيبة شكون آخر من المنظمين كنت صحاب معاه فعال مونجي سليم مونجي سليم طيب المهيري شر نيكول طيب حبيبي كان طيب المهيري طيب المهيري حبيبي تعرف شكون طيب المهيري ولا هكا تو قرا معايا في شكونو طيب المهيري رشيديه شكونو طيب المهيري نعرفه هو صغير شكونو طيب المهيري ولا اللي نعرف اليوم المرسى اي تعرفوا ملعب طيب المهيري انت شكون يلعب فيه شنو هو شكون يلعب فيه شكون يلعب فيه ملعب طيب المهيري شكون يلعب فيه المرسى دي ملعب طيب المهيري بصفاقس فما زيد في المرسى دي ملعب طيب المهيري لا لا ما اسمش المرسى اسمه متاع المرسى ما اسمهش طيب المهيري ملعب طيب المهيري تلعب فيه سي سي اسمه مروان شتيوي عبد العزيز شتيوي عبد العزيز معناها طيب المهيري وعبد العزيز شتيوي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه اون فيت في المرسى نهج وليسي وكوليج وكل متاع احمد العجيمي طيب المهيري هو ملعب نادي صفاقس تو وين لعب طيب المهيري قبل مادام في صفاقس ما نلعب في صفاقس اباي ايه ملعب حمادي العقربي تلعب في الترجي هو في عقرب لا لا ملعب حمادي العقربي بيراد تلعب في الترجي ايه. هو لعب في السي سيس قبل ملعب طيب المهيري تلعب فيه تو السي سيس هو وين لعب طيب المهيري وين لعب وين لعب في راس وين لعب جماعي طلع والله ما نعرف شاعد عاود لنا سؤال طيب المهيري وين لعب الله يرحمه كان جوار هو كان جوار هو الثاني وزير داخلية في تاريخ تونس بعد المونجي سليم اما كور شخص ولا لا سيس لا سيس لا بقليوة لا هو راه لوزر الكل يكور هو وين كور بالأقدام بالأقدام والله ما نعرف يا تاخ ايه اقتراحاتك ما نعرفش نعطيك انديس حمادي العقربي تيران حمادي العقربي تلعب في الترجي اما هو لعب في سيس سيس تيران طيب مهيري تلعب في سيس سيس هو يلعب في صفاقس لا في سي اس اس في الترجي في الترجي العب في الترجي طيب المهيري هو واحد من المنظمين الكبار في تاريخ تونس هو كما قلت انت مروان ثاني وزير داخلية في تاريخ تونس بعد شكون؟ بعد شكون؟ بعد المونجي سليم بعد المونجي سليم شيخة بالمعلومات وي دوختني دوختني يلا سيدي مواصلين معكم حتى العشرة بتاع الليل في نوفيل جينيراسيون مازلتوا تسمعوا مغامرات البرمقلي في شهر شعبان ورمضان هذا الكل من العشرة بتاع الليل اللي قلت معنا راجعين معكم بعد شوي نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي 29 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون وصلنا معكم حتى العشرة متاع الليل ملك التواريخ أحمد العجيمي أهلا وسهلا وين لعب طيب المهيري؟ طيب المهيري لعب في المكشخة في المكشخة وقد عمرك شاد وزير داخلية؟ 27 سنة بريسك بريسك مريو بوزين مونغاتي اسمه ملعب المرسى؟ عبد العزيز شتيوي عبد العزيز شتيوي ليدي العسلي هلو هلو حلف الناتو وقتاش تبداه؟ نقول لكم 1940 يلا سيدي نمشي سؤالي انا هذا كيك دا مش ولي كيك اسالك اوكي نسلم عليك تعطيني سؤال اسمعني احمد ربي ما قلتلكش راجي حيدر يلا سيدي نمشيو تو سويت الى الاول فقرات شنو يا احمد العجيمي تلمي واي لا مش تلمي واي لو كان لو كان صحيت يا احمد العجيمي اول فقرات هي لو كان لو كان احمد العجيمي يلا سيدي خلينا نبدا ساعة نسألكم 21 ل 27 مارس زعما اش عندنا في بن عروس مروان غادي عندنا خسوف معرض جمعة خسوف الكسوف كسرت القواعد الكسوف لا 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 نعرفش معرض فيستيفال لا اش عندنا زعما من 21 من 21 ل 27 مارس اش عندنا في بن عروس فما ايامات 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 فما لا 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 انخفاض اسعار ظهر لي سمعت بها استقبال اللاجئين الاوكرانيين يظهر لي بارمو هذاك وفما يا استقبال اللاجئين الاوكرانيات يا تنديد بالحرب على روسيا ضد بوتين لا أبي لا أما قريبة الفستيفال قريبة هكا في سوق سوق لفايب هما بشي تلموا الناس أما مش بشي شريو في مصيام جماعي غدوة إن شاء الله إفطار جماعي النص. ذاك زيادة غدوة بعد مغرب إن شاء الله من 21 ل 27 مارس الجمعة هذه ترميم مستشفى الحروق ياريت ياريت خاص الماء باش يتقطع في بن عروس عنه وعلاش بعتها كاينك فرحان برشا معناها علاش خل كاينو يفيس علينا على حومته
يطلع باش يقص عليكم الماء. انت قلت لو 21 معناتها اي 21 27 مارس لو 21 لازم بالحق انقطاع نتاع الماء. علاش؟ خاطر احنا ديجا في الدار نقوموا الكلنا نخوضوا الكل مع بعضنا معناتها واللي تعبي الوسطله واللي تعبي البيدن واللي تعبي الدبابز وكل ومن بعد ما يقصش الماء ترسينا هذوكم شاملوا بيهم دونك رسالة ليديا مروان لازمهم يقصوا علينا الماء كيما الكيوسك كيما الجريف نتاع الكيوسك يقولونا جريف نتاع كيوسك الناس كل تزم على الكيوسك بعد ما يطلع فم شيء وصف مش نرمال وكل من بعد يبطل صحيح ملا ديسبسيون صحيح مأسيت أحمد العجيني قل لي من 21-27 مارس انقطاع الماء في بن عروس ديجا عبينا زوز بنوات احنا وبرشة بيبس عندي زادة بن عروس هكا ولا بيانسيور بلاي سامحني نحب نعرف مصادرك بابا اسمع سامحني بابا بوك بروف نتاع الشيمي علاش هكا تعمل بروف نتاع الشيمي دكتور في الشيمي في الكيمياء سامحني توا قبيله مروان كان يحكي كيفاش يقولوا خدمت حجام قبل ما نولي كوارجي خدمت خفارق توا انت شنو معناه بروف تاع الشيمي لا 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 بروف الشيمي مهم جدا ولكن فما شكون زاد قرا اكثر من حقه وانه ياخذ حقه ايش بك قلتها متغشش ما هو قول لي بروف شيمي ماهوش بروف شيمي بلا هات نعاودوها ليدي نعاودوها عنده الحق هات نعاودوها ليدي يقول يودي قلت لك بوك بروف نتاع الشيمي بريف تاع الشيمي دكتور اي المصدر نتاع مصدر بابا اسمع من رئيس بلديه صاحب رئيس بلديه وزير لا لا سمعنا علمونا غاديك الولايه الكل علمتنا انه فما استيام جريف من عند مسؤول مش جريف ترافو من عند مسؤول مسؤول ما تصدقوهمش تصدقوا في المسؤولين طارق سمعنا من مصدر رسمي اللي هو شكون مصدر موثوق فيه اللي يا اخي هذا مش شكون والمصدر احنا البن عروسيون والبن عروسيات جانا البلاغ حسب ما يقولوا انه من الوالي ايوه من الوالي اكحو الوالي بن عروس راهو يحبوه برشا يحبوه برشا في شمس فين راهو عمل لك تدور شيخه دائما على حق وي ربي معاكم خويا مروان احنا في لو كان لو كان يوصل لكم الاضراب هذا انتم زاده كيفاش تدعم مش الاضراب انقطاع الماء هو انقطاع لانه فما ترافو مش اضراب شنو ليه ما فماشي مشكله شنو عندنا سونيت بريفي ابون شكون انتم المرسى لا في احلامي لا في احلامي سلمى نفس طبعنا في قفصة والمرس بيه ليديا نعرف شكون عنده السيكة مي في القلص والله لافي مخبي السيكة متاع مي لا علينا في شكون مخبي السيكة متاع مي في حالة كما هكا ريت هكا بالنبرة والوجه متاعك بركة قال سعيد يطيع حمرة داش يبالك تخبي وتعمل تنعطي لدريسة متاعي يا أختي خاطر من بعد انا معروفة أختها ما عندهش المي وين يدور احمد العجيمي قول لي ش عندكم اوكي شعنا شبيك تحضر ديتو تحضروا اوكي الستايم هذوما انت بن عروس هذا لب ديجا من اليوم قاعدين ندوش مرتين في النهار باش نعوضوا الجاي ابو مخايب الماء تقطع اي حسيتك اليوم دوش مرتين ظاهر عليك أي أي أي. واضح ماكش كي العاده مرتين صباح وليل مروان بزيان انا انت شخص غريب برشا شكون انت انسان معناتها كيفاش قاعد تصنع في المحتوى نتاع البرنامج نتاعك بالواقع الاذاعي معناتها يكون اسمعني عنده قهوه شعبيه نعرفها يقعد فيها في شوشترادس ويقعد ويبدا المصادر نتاعو اللي ما حبش يقول عليهم اللي هما الاولاد اللي يقعدوا في القهوه نتاع شوشترادس البراك عندك القهوه نتاع شوشترادس والا الفرق والا الدفينة نتاع الحومه يمشي غادي يعمل طلع عليهم ويجي يعمل منها ماتير الناس تستنى وانه باش يعالجوا المشكل هذا ولكن طريق الطرح طارق الحناشي في مصلحته هو كهو يحب يضحك بقصان الماء معناها راهو ذكاء باهر راهو قاعد دوخ فينا راهو ليه انا خليت امي داخله بعضها كاش باش نعملوا في الايام الجايين انت وجهك تاع اسئلتك نتاع امي خليتها داخله بعضها حيت هو قالها فرحانه هو بالك الماء قص اي ما هو مروان توا اذا هو خبر خايب نزيدوا احنا نسوقوه بحزن والملامح عبوسه ودموع هابطه نزيدوا نكدروا على المجتمع اللي نهار كامل يسمع في الاخبار الحزينه والسيئه مو احنا سويعه هكا نحاولوا نطرحوا اما ديون فاسون ديكالي هكا بالجو نعملوا جو اما لا تعرف عنا بالدوزيام دوغري شنو الفرق بين دوزيام دوغري وبين مي دوغري فسرنا البارح عاود فهمت شكون ما خلطش عاود شكون ما فهمش شكون ما خلطش دوغري هو البرمي دوغري هو الحاجه الفرونتال طول اي كي نقول لك مثلا هذه ميكرو تفهمها طول ميكرو دوزيام دوغري فين نوندي فيها معنى وراها معنى اعطيني فازة بمسلسل هكا جديده تو حاب تقول هذيك تاع المسلسل تاع البارح كيما سايد الريم صحيح كلمه سايد الريم محال يمشي بلاش البرمي دوغري نتاعها انك سايد الريم هو الغزال دوزيام دوغري هو يحكي على الطفله معناها اوكي فمش مسلسلات اخرين انت تعطينا امثله بهم نجوم اللي عوده المنيار اعطيني فازه عوده بيك. المنيار اي البريمير دوغري تفهمها منيار طفله اي والدوزيام دوغري المنيار العصف صحيح حتى البريمير دوغري منيار عصافر نعرف معناتها انت المشاكل تطرحها ب بيان سور لانه في الهزل كثير من الجد طبعا ما قلتلكش انا قول لي ما هو في حومتنا من لوترون تحت شيء للسيز باش يخص علينا الضوء انتوما زاد والله شوف ماشي خا باهي مروان حاجه اخرى والانترنت
طرح نورمال طرحوها بجوز باش تقص اكثر من قاصه. لو كان انتم في حومتكم تتقصى يتقصى عليكم الضوء من ال 30 حتى تكشي لل 5 كيفاش تعملوا نوليو رومانسي فاش فاش ال 30 ل 5 راهو بريود رمضان و اي نتعلم الرومانسيه في تونس واليوم شالوا الشمع شق فترك على الشمع فوالا والله دنيا. انت مروان حسيتك مش مقلق حكايه حكايه الماء يتقص ليه بالعكس مقلقتني برشا معليش ما تستعملوش المياه المعدنيه مياه معدنيه هاي. انت دوش ماء معدني بوغ اون فوا خليني نجرب تيق تيق ماء معدني تغسل الحوايج ماء معدني تغسل معون ماء معدني تغسل الخضره وماكله ماء معدني خلينا نجربوا طش صاحبك ماء معدني يا اخي علاش ديما تخافوا علاش ديما تخافوا من التجارب تاريخ خلينا نتجرؤوا ونجربوا نعملوا دوش باربع ستيك ماء توا هكا توا معناها اللي باش نكونوا من انقطاع الماء لاحتكار الماء المشكله في البلاستيك احمد العجيم عندكش هكا نصايح اقتراحات للناس كي باش يلموا شويه ماء يحتفظوا بالماء بريود الانقطاع بتاع الماء ماء البحر ستفشى كما قال السيد نتاع في سونترفيل شفاء للكورونا أي. ماء البحر اي تحليه ماء البحر أي؟ وستشفى موجوده عندها سنوات راهو ذي نتاع احمد قال لي جديده احمد خذ جديده في تو معناها ما يشوف ايوه عطاك اللي كل واحد يرمي الكره لصاحبه سمعت كبيره تحكي على تحليه تحليه ماء البحر في اي تو تشرب في ماء البحر انت قاعد شنو تشرب قاعد في ماء البحر لا ما برشا بنات حابين ندخل معاهم في علاقه قول لي تتغشش ولا اشرب ماء البحر برا السين تشربوا في السين يشربوا ماء البحر فما عندك دليل فما عندي اسمع انهم يتبعوا في كل غلطه راهي صالحه هما حتى الفيرين ياكلوهم فما معامل وفما شركات تصفي في ماء البحر وتشرب فيه في العالم تطور ليديا شكون هكا يستفيد مثلا من انقطاع الماء رجال نساء بنات ولاد شكون نجم يستفيد البنات اللي تحب تمشي تبيت بحث صاحبتها او كتتسبب الماء ما فهمش مش بيت بحث صاحبتها هي مش من بن عروس مش من بن عروس صاحبتها ديما تبدا بعيده تمشي للمرسى وين عندكم الضوء مخصوص يتسبلوا مصلحتها دونك يولي وزوز يتسبلوا الام تاع المرسى يمشيوا للاخرى اللي في صحيح. لا مقصوص ماء لا مقصوص ضوء غاز غاز وهكذا دواليك هيك دواليت دواليت كيما توايلايت صحيح صحيح القصبجي حاضر يا سيد المخرج بلاي لحظه قبل ما نمشيو للقصبجي اليوم احنا خذيناها معناتها كيما قلت انت طارق حابين نضحكوا شويه ونبدلوا الجو في الجدي كثير من الهزل ولا في الهزل كثير, في الهزل من, كثير من الجد لكن حتى الصحه صحيح ولكن راه فما مناطق داخليه تو قاعدين يسمعوا فينا معناتها في تونس الماء مقصوص على طول العام والله. والناس باش تجيب الماء صحيح يمشيو مساكن تو على كريته وعلى بهيم باش يجيبوا الماء من اخر الدنيا معناتها اللي احنا يظهر لنا كارثه النهارين ولا ثلاثه هو اليومي هذا الخبز اليومي نتاعهم تاع بعض المناطق بعض الارياف فوالا ان شاء الله ربي يفرجها وربي يسترنا ان شاء الله واضح هذا هو الغايه دونك ما طرح الحكايه هذه الكل فما ناس اليومي نتاعها انها ما عندهاش ماء والمفاجاه انه فما ماء معناها لي ميسيونيت غادي كمان هذو معناها على انقطاع الماء يعملوا على رجعه الماء اوه حاجه مش نورمال صحيح واو كون كوم سي انجاز كبير برشا ان شاء الله يتعمم الماء ولو فما في سيلو برانسيب ما نقولوش 2022 ان شاء الله الناس الكل تلقى الماء موجود عندها وتلقى الماء صالح للشرب خاصه صالح للشرب لانه برشا فما ماء يتقال عليه صالح للشرب راه مش صالح للشرب استغفر الله الشرب عواشر فما فيديو ريتها في الوسط في ولايه من الولايات طفل صغير يشرب انجلترا معناها حاجه تحكي تصرف حتى المره اللي ياخذينها في التليفون معنا مراه في التليفون صحيح. صحيح. كيف الموسم الثاني بالحق انت صدمه معناتها كمل احمد الفكره يشرب انجلترا ماء طرقه ذيره وطفل صغير ومن بعد يحكيو معاه وقتها في الكل طلعوا معناها صغار الكل يمشيو يعطوا يشربوا انجلترا ماء كيف بده انجلترا ماء ولكن هذاك اللي يصور وقت احنا معناها يقص ماء نتاع السباله واخذ شنو يصير في تونس هما هم من بعد هذاك موجود عنده معناها سنين على كوجي مرحبا زين مونغاتي علي عنده برنامج جديد في كازو زيد علي شيبي عنده برنامج جديد في رمضان تولك شو أيوة. مختلف زعما كيفاش باش يكون تولك شو وحده ليه تولك شو هو وحده ما تبش يقدم وحده للميسيون وي خمسه يقدم مع حد عليه اباي بدري هي اباي عاد صارت راس العام ليه عاد صارت راس العام حدث مختلف يعني حتى رمضان ان شاء الله مختلف على صحيح برنامج باش يعملوا جديد على الشباب اي تحيه كبيره لعلولو ان شاء الله ربي يوفقه وربي ان شاء الله يوفقه جينيرالمون برامج عليه لا فيها لا نميمه لا ناس تجي تشكي ببعضها في رمضان لا فيه فضائح لا فيه رمضان معناها نميمه حلال لا في رمضان الفضائح فدو صحيح لا فيه ناس تخسر بعضها كيما البرنامج اللي كيما يعملوا ناس رجعت لبعضها فما ناس تلقات فما ناس لقات امها وبوها بعد سنين صحيح تي مو عاد في الجدي كثير من الناس ريت لزاني ما تركي فاش يقلبوا عليك الطرح خاطر صاحبه تيخي ولا اني انا علي صحاب انا وياه اكثر من مش صاحبي صاحبي كلمه كبيره اه مش صاحبي عمري ما قابلته طارق ما معنى الصديق عمري ما قابلته فما واحد صاحبي عمري ما قابلته ما معنى الصديق ما هوش كون قابل فيه كل يوم مش صاحبي ما معنى الصديق سمعت بك خسرت لي انت صديق مش صاحبي
شنو الفرق بين الصاحب والصديق؟ الصديق خير من الصاحب. الصاحب هما اللي تصاحبنا في يوم ما في زمان ما ومشي على روحه. الصديق هو الذي صدقني انا مهما كان دليل ضدي. يعني عندي فيك ثقه انك تشهد معايا مهما كان الفيديو والدليل ضدي. كما ابو بكر الصديق تشهد معايا مهما كان دليل ضدي. ترى احكي مع مروان انا. ابو اي كمل لي مروان. شنو خويا كمل هاي. هاني كنت على الصديق قلت لك ما هو الصديق جاي من أبي بكر الصديق خاطر هو كان ديما يصدق من أول الناس اللي كانوا يصدقوا الرسول صحيح صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أحمد العجيم قل لي كيفاش تقسيمك الأصحاب الأصدقاء؟ الصديق هو اللي يصدقك حتى ولو دليل ضد حتى لو كان دليل ضد. والصاحب هو اللي يصدقك. الصاحب هو الذي تصاحبتهم في يوم ما وانتهت الحكاية. والأحباب الأحبيب حبيبك كتره مرة في الفير يعرضك بالزهر حبيبي فهمتني. والأخوات أخوات ولد أمك وبوك. والأخوات اللي مش من الدم ذكا بالرسه لامك والناس اللي قاعده مش بالدم هذوكم صحاب تسمي وردوا بالكم من كلمه عشيري صحيح برجوليه اخطر وحده لحظه عشيري لحظه عشيري لحظه يقول لك واحد عشيري سيكو ما نسي اسمك راه اما اخي بكلمه اما تقعد اخي بكلمه رد بالك منها طارق اللي يقول لك فرير وينك فرير احمد العجيمي صفا فرير احمد العجيمي شنو انت فرير لا هاي انت برو أنت صديقي أنت أنيس البيت رفيقي. تعرفش كوني غني يا أحمد العجيبي ريضا ديكي الله يرحم الله يرحمه ينعم وبرحقه وتحية ريضا ديكي وعائلة ريضا ديكي ما خذيش حظه جملة كيف معناها إخرى يمت ومعناها لإعلام كلم ولا حد شيء تحية لعائلته والله يرحمه وربي صبرهم على فريقه. يلا مسلم معكم حتى العشرة متعليل فاصل صغير ورجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون. يلا 9:45 دقيقة موصلين معكم حتى العشرة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون. يقود الفريق مروان بوزيان مونغاتي الوريث الشرعي عند غياب مروان بوزيان أحمد العجيمي أهلا وسهلا. ألو تسأل اللي بيش يعطي الوراثة لحظة شنية تسأل شبش تسأل هذي اللي تتكلم توه هي ليديا العسلي. هلو هلو من غير حتى ما تسألك أي أوتوماتيكمون نورثين عليك هكا هاو موافق تسويت تلمي واي Nouvelle génération. Everybody wants to live together. Why can we live together? Tell me why. Tell me why. Tell me why. Ooh. Why can we live together? حنشي جما كونسي الشركة التي ولدت من رحم المعاناة. حنشي جما كونسي كل يوم تبعث لنا إحصائية مروان أبو زيان ونحاولوا نفهموا شنو هي سبب الإحصائية هذه. عملنا إحصائية على ما هي لقينا اللي توانسة هم من الشعوب الأكثر خوفا من المرتفعات. عندهم فوبي من المرتفعات من السفر من طيارات كذا. تلمي واي مروان؟ لأنه ثقتنا كبيرة في المقاولين متاعنا ونعرفوا بناولنا الحاجات العالية أنا مثلا طارق ما عنديش مشكلة كان نطلع على برج خليفة أي؟ ولكن في تونس ما نجمش نطلع على بلايس كيما برج خليفة أي؟ على خاطر آخر مقاول عمل بنية كبيرة توا في برج الرومي أيوة على أساس موجودين هم اللي كيما برج خليفة ما حاولنا ما خليفة ما حبش هذك عليش هذك عليش تجاه عاملين أعلى بنية هي الأفريكا في تونس هي على بنية على بنية الأفريكا في لافينيو شنية فم على بنية فم بنية على من أفريكا هي على من مونجير أفريكا صحيت أفريكا على من مونجير شكرا الرفرنس اللي أعطاها هي الأفريكا جي أبورتمون في نيويورك في بالك اللي بيبل هيك الأفريكا بيب أي وتي إيه تارق الأفريكا متيعنا بلي متيعنا ما ده ها متيعنا تي برا قلت لك كيف متيعنا هيتو 100 مليون سبسوريك ما همش متيعنا جملة ليديا وايت وينسى من الشعوب الأكثر خوفا من المرتفعات خاطر من اللي سمعوا تنجيزة في الجنوب 1,300,000 من الطيارة واللي يخافوا من الأوتر كيفاش هذه موجودة بيان سور تنجيز من الطيارة تنجيزة 1,300,000 دونك واللي يخافوا بون تنجيز مشيت لهم مرة قلت لهم نحب نركز بقى من الباراشوت ما عنديش فلوس قالوا لي ناقص زعما من غير باراشوت في بالك انت ايش عليك صحيح اي في بالك القمه هي النقطه صفر للطيران احمد العجيمي شكون قال لك هذا غريبه دري سمعتها دي قلت لي ياك العام نسيتها سي قول لي مروان والله يا طارق عاود لي الحكايه اخويا كيفاش بديت من الاول كيفاش من شنية السعود يخافوا من الأوتيل الطيارة القمة هي النقطة صفر للطيران أي طارق الناس عندها حق خافوا من جمال الأوتيل أي الناس عندها حق تخاف مش من جمال الأوتيل لأنه لو كان نرجعوا يعني للشعراء القدامى العرب متاعنا منهم سمينا منهم لا داعي لذكر الأسامي خطر عنترة خطر أصحابي خايف نسمي شكون وما ننسى الآخرين قيس بن ملوح ما هو ماهوش ابن الملوح ما ظهر لي كانوا يقعدوا معاه أبو طيب المتنبي
كانوا يقعدوا مع بعضهم. تعرف ايش قال ابو طيب المتنبي في حكايه هذه القمم؟ ماذا قال؟ عنا تربيه من يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. لا ماذا قال؟ الصعود للقمه سهل ولكن البقاء اصعب. والله ما قال هذا. ماذا قال اذا يا شيخ؟ ومدعشرا الله بالقشتلين سبحان الله تحشرفت شرفتيه بخن بخن فخر كالكرباتلي لا لا وتفشخت الفشخات ومن سخط اللواء باروكة البعبعبلي يدي ذي قالها باستور كالكاسيت اللي كانوا حطوها قبل في السوق هذه للمتنبي نعود لك ولا ما فهمتش لا ما فهمتش أحمد العجيم قولي بابا ركز في الكلمات مركز أبو طيب المتنبي أي. قاعد مرة في حلقة بتاع كبار القوم لما الناس الكل قال لهم عندي شعر باش يدوخكم ايوه على خاطر وقتها قالوا له ابو طيب متنمي انت الشعر بتاعك ياسر سهل ممتنع قال لهم يجوني 8 متاع الليل غدوه اليوم شنو هو اليوم الاربعاء اليوم الاربعاء قالوا لهم يجوني غدوه الخميس باش نوريكم ما معنى سهل ممتنع وبدا ابو طيب المتنبي انت باش تترجم الشعر ومدعشرا مدعشر بالقشتليني قشتلهم انا تحشرفت شرفتاه فخرك الكرباتلي انت هو الباطلي اللي قاطعهم فيه باطلي في باطلي دول اللي قاطعهم فيه هذي بكيفيه هو بكيفيه انت عمش كنت تبكي وتفشخت الفشخات اي هذي يضحك فيه ايوه من سخط اللواء يا سخطة باروكة البعبعبلي يا رسول الله والله باش تهزنا البلاصه كان شعرا للمتنبي والقاء للمزغني ايوه انت قبيله بالله جاتك انت قبيله قلت لنا علاش التوانسه يخافوا من الطيران اي انت علاش تحب تطير علاش نحب نطير انت علاش تحب تطير انا نحب نطير علاش نسيني نحب نطير بالحق تو انت بشر تمشي على السخيك علاش تحب تطير هو ربي كان جاي يحبك كثير وخلق لك جوانح يا ربي يعرف اش يعمل اي هك خلق العصاف اي خلق الزواح الزواح فاكم يزحفوا معناها كل واحد يعرف اش يعمل تو الفكير سمحت انت ريت مره في نوفل جينيراسيون تاع الفكير حكيو مره قالوا اش بينا ما نمشيش على السقينه واش بينا ما نطيروش اش بينا ما نجريوش اش بينا ما نجريوش على خاطر كل واحد يعرف روحه سامحني عفوري طير ريت مره نهار عفوري تسال قلت بيني ما عنديش قوقعه ريت نهار ما عرفش انت ما نعرفش حلزونا قالت بيني ما نجمش نتشعبك فوق في نوفل جينيراسيون تاع الصقور شي عمل اما يحكيو ديما كنا راح نطيروا ما قالوش نمشيو على السقينه كل واحد خويا ما قالوش ان الصقور يخافوا من المشي على السبخه قالت مره في قماك حنيشك ما كونسيبت على الصقور تحكيت مره علاش الصقور يخافوا من المشي على السقين مش علاش تكلم صقر من الصقور هذوكم قالوا يا واش مدخلك قالوا شكون صقر اللي تكلم الماتري لا لا جيمش صقر واحد صقر اثنين سمعت هو عنده الف حق على الفكيرن حتى لو كان نتاعهم يقولوا لو كان جيت انسان قالوا ايش معناه انسان قالوا يعني غدار واي مروان تويسا يخافوا من المرتفعات طيب والله يا طارق جاوبتك راهو اكثر من مره هي تبدا اسمع تبدا من بولد خالتك اللي يدزك في مسطح من غاد يبدا الخوف راهو من اللي وتاغ وكل فهمت لأن تعرفها لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله لناله شكون؟ شيء والله فما شكون يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فما شكون يقول انه عن عمر بن الخطاب عمر شكون يقول على ابن ابي طالب ايش واقف حالته عمر مش برشا عمر ابن الخطاب اي قال عمر بن الخطاب لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله معناتها هذا باش تعطي عزيمه للناس اللي كان يحكي عليهم احمد علاش قاعد في مكينتي يا ربي اعطاك سقين علاش تحب تطير بالله هنا قاعد يشجع في الناس ربي ميزك على الفكير انه على هو ميز ربي الانسان بالعقل صحيح بالعقل معناتها هو اعطاك حاجه اقوى من الجوانح أقوى من العقل هذا اللي عندك علاش خرجت منه فوبي من الأماكن العالية علاش تخاف من الأماكن العالية قول لنا أصدقني القول طارق أنا نعرف لأنه الصعود إلى القمة سهل أي. ولكن البقاء أصعب أصعب هذيك علاش ما حكوش هذا علاش بون برسيبي سير بلو بعد ذلك كلاب فور هيم كلاب فور هيم تعلمت هذه في فيلمون بالانجلي والله يعطيك الصحة علاش عندك فوبي من فوق أحمد من الطيران أنا شكون قال لك عندي فوبي من فوق في بالي هكا هذيك علاش مازال ما سافرتش نسكن بريمير إيتاج ها نسكن بريمير إيتاج أبون إي مرة طلعنا الجبل دزيت خفت علاش أبون ما كانوش ولا ما كانيش خفت مروان علاش عندك فوبي من الأماكن العالية والله مش من
بالاماكن العاليه ما فوبي من الناس اللي قاعدين ورانا واحنا في الاماكن العاليه اي تخاف لي دسو فوالا خاطر ما عندناش ثقه اما كيما حكيت لك طارق تو كي تبدا في جابون ولا في بلاد متطوره ومتقدمه نورمال تطلع تسكن في في تلقى في الكانزيام حتى الايتاج حتى 800 توصل لايتاج 1000 تبدا في الايتاج 1000 معناتها تنجم وانت هابط تتعرف على تنجم تنجم تسوحب وتقصها وانت هابط وانت هابط من الاسانسور تو طارق على ذكر المرتفعات جيني ميساج تو عند طفله تسال فيا قالت لك بصفتك انت ما زلت تحب معناها اماني وكل فهمتني شنو هي الشرط الوحيد اللي تشرطه على المراه اللي تدخل معاك في حياتك جديده شنو تشرط عليه مستمع قلت لك انت يسالني انا شنو هذا الشرط اللي نشرطه على المراه اللي نحبها ما دامك مازلت تحب اماني شنو مدخل ما دام تحب مازلت تحب اماني اي معناها كيفاش معناها مازلت تحب اماني وتنجم تدخل في علاقه اخرى دونك تدخل في علاقه اخرى شنو تشرط عليها اسمها غزال مولاه اسمى اليانوفلي معناتها ما هو الشرط يا طارق كي تنسى اماني عندي شرط لحظه شنو هو الشرط عندي شرط لا مش تنسى اماني خليك تدخل في علاقه معناها مع واحد اخر خليك تنسى اماني اي باهي 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 الشرط نتاعي هي لازمها تحبني انا وتحب اماني بالله هذا يا خويا تصير في كا واحده كي تبدا انت كدريم تحبني انا وتحب لي انا شنو معناها انت خمره هي الساعه باش تحبك انت تحب امك صعيبه شوي ليه ليه مش لازم تحب انت تحب هنا ام اخي تا امي وليش تحب اماني باش كي كنشاركوا في حبنا الاماني وهي تحبني استغفر الله يا ربي انا نحبها تحبني وتحب اماني معناها تقعد مع مرات تحب تحبني وتحب لي انا كنت تحبني وتحب لي انا كنت نحب نجم نلقاها استغفر الله امبوسيبل طارق هذايا في الجنه ما تلقاهاش ليه 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 استغفر الله عرفت اي وحده باش ترتبط بطارق الحنانشي حتى 17 سنه اخرين وباش تسمعك هكا شنو تقول 16 معامل سيز 16 باهي سوم باهي ديجا رمزي معناتها باش تسمعك شنو قلت باش تبطل خاطر شنو هو طالب انت خاطر التيوري اللي نعم فيها نتاع اني ننسى نتاع السيزون عملنا انا والطبيبه يا طارق انت شنو هو طالب من المراه الجديده هذه وحلي زوي تحبني انا وتحب اماني اللي انا نحبها صور فرضا يا ربي صور فرضا تعرف بمراه تقول لك نشرت عليك يا طارق تحب ليكس نتاعي كيما تحبني ما نقبلش كيما هي ما تقبلش خليه ماروني يكمل فكرته قلت لي شرطي شنو تحبني وتحب اماني اللي انا نحب اي ما بكري وانا نقول يا ربي صفي نيتك يا مروان استغفر الله خاطر مخي بدا يحب يمشي للبلاصه خايبه برشا كانها برشا ما تحكيهاش برشا طارق وراه عيب اللي قاعده تقول فيه انا ما فهمتكش لانه المراه اش قالت مريم فارس انا عايزك ليا لوحدي انا جبل حسيرك في الكعبه صحيت هذا مخي قلبي النصين لا هي حترضى بنص ولا انا حرضى بنص معناها قلبي النص لا ادرى احس ولا هي ادرى فوالا ومريم فارس امراه رزينه وتعرف ايش تعمل كيفاش عرفت لي رزينه كريتها وين عايشه تعرف الروس صحيت كريت باب دارها فهمت اللي هي رزينه وتعرف ايش تعمل وتعرف تختار سورتو صحيت عندها ذوق المخرج لقى حاجه قريبه ما لقاش مريم فارس سامحني يا اخي انا سرحت برشا مع الموزيكا اللي لوتا حاس روحي في مسلسل تركي وسلو موشن اسمعني وراه في شو اسمه الشجره كيا والفهمت لقى حاجه قريبه اوراق الشجره تتساقط والنور قاعده تمشي وتبكي لقى حاجه قريبه مريم فارس مش حوتين هات نشوفه هو قريب حاجه هذا فارس عطينا مريم هو فارس الاغنيه اللبنانيه جوزيف عطي اي قريب مريم فارس قريب على الاخر اي مادام يقول تعبرني يعني كيف كيف احمد العجيمي اخبار الرياضه بانه احنا في اخر جوله نتاع ثم النهائي لربة الابطال الاوروبي اعطينا شو فما النتائج يلا سيدي النتائج الشامبيونز ليج بلاي اوف يلا سيدي جوفانتس وفيلارير شما جوفانتس وفيلار ريل فيريال هو ساعه الدور الثم النهائي دور ثم النهائي اخر جوله من الاياب في رابطة الأبطال الأوروبية يلا سيدي اعطينا احمد العجيمي فرس جوفانتس وفيلاريل وفما فياريال يا ولدي فياريال اي فيلا فرس وفما ليل وتشيلسي 1-1 لتشيلسي قداش وقت هاشتاي مكتوبه هالف تايم معناها هالف تايم الشوط الاول دونك فرس فر اليوفي فياريال 1-1 تشيلسي ليل اي شكون يترشح تو هكا من كل ماتش انا من راي تشيلسي تترشح وفياريال تترشح بلي ساعة فيا ريال مش فيلا ريال وانا نحب اليوفي ران في بالك اش قال لي بكري من فيلا ريال بكري قال لي هاشتي معنا الحوار توس لا لا هالف تايم دونك اليوفي وفيا ريال 0-0 مازال دونك يمشي وقت اضافي كان يكملوا هكايا الاخرى تشيلسي هي المترشحه بلي تحس بالفرق مروان بين الكره الاوروبيه والكره التونسيه لا كي تتفرج في الكره الاوروبيه
تنسى اللي احنا عندنا كره تونسيه. والله انا يا مروان اكثر حاجه تنرفزني في الكره التونسيه شنو اللي هي تقص عليك البطري. ليه البطري شنو؟ بطري فيبل ما ريتهاش. اه ماكش مهم وين هذا تو هكا انيماتور وما تعرفش تقص اللايف معناتها على ليه هو مازالوا يتعداو ماتشات في التلفزه باش واحد يعرف شنو يقص عليك. ليه انا نوريه لكم بعد فما وقت بدل الضايع يتزاد كي يضيع الوقت وسط الماتش اي معناها كيما نقولوا يزيدوا خمسة دقائق. اه هايكا فوالا قص عليك الماتش باتخي ابيزي. اه هذاك يتفرج بالتليفون على هذا ماتش جرجيس والاتوال اليوم ثلاثة شيء للنجم الساحلي مبروك الانتصار للاتوال في الوقت بدل الضايع مروان راهو كيضيع الوقت في الوقت بدل الضايع يزيدوه زاد في تونس ليه؟ معناها نزيد خمسة مثلا واحد طاح أربع دقائق لأنه احنا وقتنا الكل ضايع بالحق وقتنا الكل ضايع معناها الخمسة كي تيجي واحد أربع دقائق ما يرجعوهمش يا مروان باش توريك القوة نتاع الكرة الأوروبية هذوما أنا ما نتبعش كرة جملة كي نبدا في ريستورون ولا في بلاصة ويبدا فما طرح نتاع كرة يشدني آخر مرة نتفرج في بي اس جي وريال مدريد ما عندي حتى مانيش نتبع معناتها برشا الكرة وتبعت يا خويا وما فهمتش علاش في الكرة التونسية أكثر حاجة يزيدوها في الوقت ستة دقائق راه ساعات يراو يضيعوا 200 دقيقه راه يزيدوا 6 دقائق بعد وانا نقولش بهم ديما جوريت يقعدوا طايحين برشا ويعايضوا على خاطر الاربيتر ما يزيدش وقتاش يتنحى تضيع الوقت هذا وقت اللي الاربيتر يزيد 15 دقيقه و20 دقيقه صحيتك كي تعطي ورقه على تضيع الوقت تو يوفى دونك انت تو مقلق الرساله للحكام التونسي بلي كي يضيع وقت في بدل الضايع زيدوه راه ذاك بدل الضايع اسمح لهم مشاكل طارق محليهم مشاكل هو مشاكل الكره التونسيه مش مشاكل يعني. اي معناتها هذه الكره التونسيه راهي متنفس لاكثر من يمكن 6 ملايين تونسي 6 ملايين اي الكره التونسيه الرياضه رقم واحد في تونس صحيح وان شاء الله الرياضه الوحيده مش الرياضه رقم واحد في تونس الرياضه رقم واحد وان شاء الله موفق المنتخب التونسي 25 29 مارس ضد المنتخب المالي في تصفيات كاس العالم ان شاء الله نكونوا في قطر في 2022 مريم زيان اكيد ان شاء الله شكرا لكل الفريق امير في الاخراج حلمي منذر في الاعداد ايمان واي ام في الاف ام تي في نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت الى اللقاء تشاو تشاو